الحج يقول أن عامل ثاني زاد من قوة المقاومة هو وجود مصالح الحج سجين عندنا. لما فرنسا كانت تريد أن ترحل الكونغو برازافيل حل بالمنيعة وكان يعني في الدائرة ديال وجود في السجن العام. واش يقول؟ يقول الكتاب محمد الحاج هنا أشار إليه القائد العسكري الفرنسي. واش يقول له؟ سكان المنيعة يجهلون السياسة. قال له شوف يا سي طالب أو يا سي مصالح، سكان المنيعة يجهلون السياسة، ونطلب منك مكتوب بالأحمر ونطلب منك ألا تثير فيهم الروح الوطنية. حق مصالح. فرد الحاج مصالح عليه حقا، كل عدو يخاف على نفسه لأنه ساكن مع العدو. أما ما يخصني فكلامي قلته وهو أن الجزائر لا حق الاستقلال، وكلامي مثل البيض الملقح لا بد أن يأتي اليوم الذي يفقص فيه، فلا داعي للإبادة مرة أخرى، ففهمه الجهاز الفرنسي. نعم، فكان يعني رد يعني صحيح. ونشكر يعني هذا الطالب محمد الحاج. لماذا؟ لأن لولاه لما استطعنا أن نفك يعني شفرات التاريخ من يعني فعلها، لأنه دونها بماذا؟ بالشعر الملحوظ. وسأحدد لماذا. كذلك نلاحظه في جمعية العلماء المسلمين اللي تأسس يعني عفوا هنا النشاط نتاعها صح 1945 لكن المكتب 1946. نعم، أشير كذلك أن وجود حركة الانتصار للحريات الديمقراطية كاين هنا لما فقرتها في المنيعة. تلقى الطالب محمد الحاج موجود في جمعية العلماء وتلقاه موجود في حركة الانتصار، وتسأل يقول كيفاش هذاك ما خالف الحزبين؟ لا، انخرط في جمعية العلماء المسلمين كطالب، نقول حق طالب الإمام مصلح، وكان تسمح له الجمعية يعني ما كان قانون إذا بقى تطش السياسة كفرد وحدك الله يسهل عليك. لذلك هو اختار يعني المزاوجة ما بيني والأسلوب الإصلاحي والأسلوب اللي هو الاستقلالي. كان معاه يعني حتى لا أستنكر بالمناسبة مش معناها أنني أقصي أطراف وأتكلم عنه، لأن تاريخ المنيعة لو بقيت معكم لي ربما سنوات لأكمله. لماذا؟ لكل شخصية وحدها يعني فيها شيء عجيب. لذلك عندنا الحاج قويدر قويدر وعبد الرحمن الزبير بن الشادلي والزهر يحيى والهنا عمك وعلان وغيره. نعم، هنا هذه الشخصيتان كانت يعني مطلعه على كل ما يجري في ربوع الجزائر بما فيها